ربان الماهر الذي يصل بها إلى بر الأمان. أنت الذي قدت أمتنا إلى الرخاء، إلى الحرية، إلى الديمقراطية. أيوة يا جماعة، أيوة حبيبتي، أنا خلاص بشطب أهو. بقولك إيه، النهاردة زي ما اتفقنا بقى للصبح. بقولك إيه، كلمت أمك في طنطا؟ طب كويس أوي. بموت في التراب اللي بتمشي عليه. الحمد لله. بقولك إيه بقى، شوف لنا حساب الحاجة دي كام. حساب مين يا أمينة؟ عيب، ده أنا طلع لك العربية وأديها لك لحد باب البيت. ديليفري. ديليفري؟ دليفري ايه وبتاع ايه؟ بقول لك انا مش بتاع الدليفري، عاوز تجيب لي الاكل هاته انت. اه بموت في التراب اللي بتمشي عليه. اه قميص النوم البنفسجي اللي ما حلفنيش الحظ في سنه جواز ان اشوفك لابساه، لدرجه اني شكيت انك شاريه لحد غيري. قولي لي بس يا امينه، اعمل لك ايه؟ تعمل لي ايه؟ اعمل لي طاجن باميه وبيكون باللحمه، ومش اي لحمه، لحمه ضاني. عيني عيني، مش هتاخر حاجه بسرعه، مع الف سلامه. استمتولي طاجن لحمه بالباميه المفرومه. ايه الباميه المفرومه؟ قصدي بالباميه الضاني. بسرعه، انت اتهبلت ولا ايه؟ وبعدين الناس نفسهم اتفتحت النهارده ليه دونا عن اي يوم؟ حد يقول للرزق لا يا عم تولي. والرزق البنفسجي اللي انا سايبه في البيت اعمل فيه ايه؟ اللي قلت عليه يكون عندي بكره. حاضر. ايوه انشراح، اكيد امك وخالك ضامرين على الليلادي، مصر كلها جايه تاكل عندي. انا بدات اتفائل بالليلادي. بصي بقى، عبال ما يمشوا شوحلنا نص كيلو كبده، ونزلي السبت لابو جورج هيحط لك 9 عزايز بيره مشبرين. بيره يا متولي، انت مجنون. ما تقربيش ناحيتهم لغايه اما اجي، واوعي تطلعي البلكونه بالقميص البنفسجي. طيب تعالى بسرعة، متأخرش، أنا بالطواجن دي. كريفري يا عم متولف. كريفري؟ تحسبني عليهم الصبح. لا يا رب يسعد ايامك ولا ليك اصلا متولي. ايوه عم مش حاجه، ادعي لي، انا محتاج دعاك النهارده بالتحديد. لا يا رب وقف لك ولاد الحلال. لا يا رب. حضرتك متولي؟ ايوه ماشي، اتفضل معانا. عاوز ايه؟ اتفضل من خفي. في يا باشا، الراجل غلبان وعاقل والله ما عملت حاجه. باشا طلع خالص ده كده اطمن. بركاتك يا مش حاجه. اسمك ايه يا ابني؟ متولي عبد الرحمن محمد. عندك سبب يا علي؟ اعوذ بالله يا باشا. شغال ايه؟ طباخ يا باشا. اه طباخ. ما توقف يا علي ثابت، انا حد لمسك. خدوه. ياخدوني على فين؟ انا عملت ايه؟ انت مش عارف انا عملت ايه؟ معلش يا حازم، ليه اصلا متاخد كده على طول؟ ما يعرفش حاجه لسه. اهدى يا ابني شويه وامسك نفسك. بعدين بقى ايه ده يا فندم؟ ايوه يا فندم،
شوفوا يا عم سليمان. ايوه شوفوا عم سليمان، انا واقع في عرضك يا عم سليمان، ابوس ايدك يا عم سليمان. اعمل لي مسقعه يا ابني. نعم بقى، كل المرمطه دي عشان اعمل لكم مسقعه؟ من غير رغي كتير، نفذ الامر. ايه رايك يا عم سليمان؟ كويس مش بطال. يعني انت شايف انه ينفع؟ ينفع. البركه يا ابني. تولي، بتحب مصر يا بيطالي؟ ومين ما بيحبش مصر يا باشا؟ يعني لو في مهمة وطنية ممكن تأديها؟ أنا رقبتي فدا مصر يا باشا، بس عدم المؤاخذة أنا ما أعرفش أعمل حاجة غير الطبيخ. وهو ده اللي إحنا عايزينه منك. عايزين أطبخ لمصر كلها يا باشا؟ دول 75 مليون، ده أنا حلقة هب. بيطالي أنا عايزك تسمعني كويس. أنت واقع عليك الاختيار إنك تكون طباخ سيادة الرئيس. أنا يا باشا؟ أيوة أنت. طباخ الرئيس، طباخ الرئيس يا أمّا، بتولي هيطبخ لرئيس الجمهورية يا أمّا، بتولي عبد الرحمن بعد طباخ الرئيس يا أمّا، أنا مش مصدق نفسي، بتولي عبد الرحمن بعد طباخ يا أمّا، أنا مش مصدق نفسي. إيه ده يا متولي وتمالك بأعصابك، لازم تدرك خطورة وأهمية اللي أنت داخل عليه. أنا بحب الرئيس جدا يا باشا، عليا الطلاق، أنا انتخبته مرتين. متولي أهم حاجة محدش يعرف إنك شغال في الرئاسة. لا انشراح مراتك ولا تفيدة حماتك ولا صلاح خال مراتك ولا مخلوق على الارض. طب عدم المؤاخذة حلهم انا بشتغل فين؟ زي ما انت على العربية بتاعتك. طول عمري حاسس ان ربنا مخبي لي حاجة كبيرة. عدم المؤاخذة هو سؤال رفيع يا باشا. اتفضل. هو المرتب كام؟ 350 جنيه. كام؟ في حاجة يا متولي؟ المرتب مش عاجبك؟ لا 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 دول يغرقوني يا باشا. لقلبك، ال 350 جنيه ده المرتب الاساسي. بالحوافز والبدلات يوصلوا 850 جنيه. مرتب الوزير 2000 جنيه. ده الاساسي يا باشا. طب قول لي انشراح ايه؟ 350 جنيه. بس تتقضى. والله تتقضى، ربنا هيطرحني فيهم البركه. هو الواحد هيطمع. بدري يا بيه، هو ده اللي هتيجي بسرعة؟ انشراح، أبوس إيدك سيبيني في حالي، أنا روحي هنا أهو. إيه ده؟ ماله الراجل ده فيه إيه؟ 350 جنيه في الشهر، يعني كام؟ يعني 350 جنيه في الشهر، أعمل بيهم إيه؟ أنت إيه؟ بتكلم نفسك خلاص؟ بص أنا، معلش معلش. بكره هتتعدل يا ولا، وهجيب لك دستة العيال اللي انت نفسك فيهم. بس يلا بقى يلا. شراح انا بقول نسك على الموضوع ده، الايام اللي داخلين عليها شكلها ناشفه قوي. حضر السيد الرئيس اليوم احتفال العيد الوطني وسط لفيف من المسؤولين وكبار